السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، وسمحوا لنا اللي دخلنا عليكم في الوقت هذا المتأخر من الليل. أنا قررت أنني نقوم بهذا المباشر هذا لأنه ضروري، خاصة وأنه عندنا غدوة إن شاء الله موعد مهم جدا 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 جدا. هذا الموعد تاع غدوة أنتم عارفينه، يوم 8 مارس، اللي هو مسيرة الجزائر الكبرى. هذه المسيرة العظيمة على المستوى الوطني ككل، حيث يلتقي كل الجزائريين بكل أطيافهم، بكل يعني عناصرهم، بكل أهدافهم، بكل جميع الجزائريين، فوق الأحزاب، فوق التنظيمات، فوق الجهات، فوق الطوائف، فوق الجزائريين رايحين يتلاقاو لغدوة إن شاء الله، بعد ما تلاقاو الجمعة اللي فاتت والجمعة اللي قبلها، وتلاقاو كل يوم في مختلف القطاعات، الجامعات، القطاعات المختلفة، النقابات، وحنا هنا نحييهم جميعا على المواقف العظيمة اللي الشعب الجزائري بكل أطيافه راهو قاعد يقوم بها اليوم في الجزائر. المسيرة تاع غدوة مهمة بزاف بزاف، على أساس أنه هذه المسيرة رايحة تكرس المليونيات تاع الأسبوع اللي فات، تاع الجمعة اللي فاتت. الجمعة اللي فاتت كرست الجمعة تاع 22 فبراير، اللي كانت أيضا مسيرة عظيمة. عظمة المسيرة الجزائرية لأنها مسيرة أولا نحو التغيير الجذري، وثانيا مسيرة سلمية من شعب مسالم أثبت وعيا خارقا، أثبت سلوكا وأخلاقا وثقافة وحضارية عجيبة، أدهشت الجزائريين أنفسهم، وأثرت أيب تأثير في المحيط المغاربي والأوروبي، وأصبحت مضرب الأمثال. لماذا أقول هذه الأشياء؟ ليس لكي أضخم الشعب الجزائري، ولكن لأقول له علينا أن نحافظ على الحراك، علينا أن نحافظ على المسيرة الكبرى للشعب الجزائري في حراكه من أجل تغيير جذري، من أجل قطيعة. نحن اليوم تجاوزنا نهائيا مسألة العهد الخامسة. بوتفليقة وآل بوتفليقة أؤكد لكم أنهم سياسيا، إنسانيا، بشريا، عضويا، صحيا، نفسيا، في كل أبعادهم مرحلة بوتفليقة انتهت، ولا نريد الاستمرار كما تريد أحزاب النظام التي تتعنت، التي لا تحترم الشعب، التي لا تحترم إرادة الشعب، تتعنت في القول بأن بوتفليقة ما زال يمكن له أن يحكم، بوتفليقة ما زال يتكلم. ألم تشاهدوا اليوم، خلينا نضحكوا شوية، العار، رسالة من السيد بوتفليقة، وأنتم تعلمون أنه أجنب الملايين، وأن يفرضن وجودهن كأغلبية، أن يفرضن صوتهن في المجتمع، أن يفرضن أي كل النساء الجزائريات بكل أعمارهن أن يخرجن إلى المسيرات في كل المناطق، في كل الولايات، وليس فقط في الولايات كولايات في مقر الولايات، لكن في الدوائر والبلديات ومختلف المناطق وكل مكان، كل شبر في الجزائر، على النسوة أن تخرجنا لتثبتنا لبوتفليقة ولآله ولعصبه في الجيش والمدنيين وأصحاب المال الفاسد أن المرأة الجزائرية، وهي المفتاح لكثير من الأزمات في الجزائر، أن المرأة الجزائرية تريد التغيير فعلا، تريد القطيعة، تريد أن تحضر مستقبلا آخر لأبنائها. المرأة الجزائرية هي التي تتحمل مسؤولية تربية الأبناء، هي التي تتحمل مسؤولية تربية الأجيال، وهذه حقيقة، لكن لا يمكنها أن تحافظ على مثل هذه التربية وهذه المستقبلات الممكنة في ظل هذا النظام المغلق، في ظل هؤلاء الشيوخ، في ظل هؤلاء المرضى، المرضى ذهنيا، المرضى نفسيا، المرضى عضويا، هؤلاء الذين لا رؤية لهم، لا مشروع لهم، لا يقترحون أي شيء للشعب الجزائري بشبابه وكباره ورجاله ونسائه وشيوخه وكلكم بالنسبة لأطفاله وصغاره.
إن النظام لا يقترح إلا الحرقة، إن النظام لا يقترح إلا التهديدات، إن النظام لا يقترح إلا الاستيراد، إن النظام لا يقترح إلا شراء الذمم، إن النظام لا يقترح إلا التخويف. وعليه أبشركم كل اتصالاتي الشخصية، وأنا واحد منكم، أنا جزء صغير أمام كبر أخلاقية أخوية ربطت بين الجزائريين، أعادت الصلة بين الجزائريين، وهي أكبر تجمع عرفه الجزائريون في تاريخهم منذ نوميديا، منذ ماسينيسا، ومنذ ثورة التحرير المباركة. وبالتالي أنا أبشركم أن الغد ستكون الجزائر كلها مسيرة كبرى، إن ستكون حقلا حفلا شعبيا عظيما، وكأنه الاستقلال، أو وكأننا نستعد ونحن في 8 مارس لتحضير عيد النصر، كما حدث ذات يوم من 19 مارس 1962. إنه عيد النصر، ولكن هذه المرة ليس نصرا على استعمار، ولكنه نصر على الاستبداد والطغيان. ونقول بأنه لابد من استمرار المسار الانتخابي، هكذا تريد فرنسا، تساند نظام بوتفليقة وآل بوتفليقة وعصب بوتفليقة، لأن فرنسا تغرف من الجزائر، تشرب تمص تأخذ، وكأنها دراكولا الجزائر، تأخذ منه كل شيء، تمتص دماء الجزائريين، ثرواتهم، مقدراتهم، أبنائهم، ذكائهم، يديوا ثروات الجزائر في الداخل ويهجرون ويأخذون الذكاء، يهربون الذكاء في تواطؤ بين فرنسا وقوى أخرى أوروبية وأمريكية، تواطؤ مع النظام الجزائري، نظام حق الشعب الجزائري في ماذا؟ في حقه في التظاهر السلمي. ونقول أن النظام يجب أن يحافظ، نحن نقول إن الشعب الجزائري يريد تغييرا من الداخل بذكائه، بسواعده، باتحاده، بتحالفاته، بميزان قوة شعبه، ولا ينتظر صراحة ترخيصا تفويضا من أي قوة أجنبية كأمريكا لتقول له نحن نبارك مسيرتك. ما نريده من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تتدخل في شأننا الداخلي، ولكن نريدها ألا تساند النظام الفاشي، النظام المستبد في الجزائر. إن كانت لأمريكا وفرنسا وقوى أخرى من الصين وروسيا وكل البلدان الأخرى كإيطاليا وألمانيا وبريطانيا من مصالح في الجزائر، فإننا نقولها لهم صراحة، إن مصالحكم ومستقبلكم في هذه البلاد مع الشعب الجزائري، وليس مع هذا النظام القديم، هذا النظام البائد، هذا النظام الطاغية. إن مسستم بمصالح الجزائر فإن الشعب الجزائري ماذا سيفعل؟ سيقفل كل الحنفيات وسيبحث لنفسه عن حلفاء جدد يدعمونه في مسيرة التغيير، في مسيرة القطيعة. أما في الداخل فهناك أيضا قوى، لا أتحدث عن قوى داخل الجيش، داخل المخابرات المعروفة اليوم، أو حتى الخلايا النائمة في المخابرات القديمة التي تخرج من الباب وتريد أن تعود من النافذة وتريد أن تؤطر وتخترق وتوجه وتخلق ماذا؟ الشك عند الجزائريين. أقول هؤلاء جميعا لم يرضوا على الحراك ويتعجبون كيف بهذا الحراك يكون بهذا الحجم وبهذه الطريقة وسلمي ولا تأطير له، ونحن لا نريد له أي تأطير، لا زعامة لا قيادة. اليوم إنه الشعب مصدر السيادة، إنه الشعب الفاعل الرئيس، إنه الشعب صاحب فكرة التغيير الجذري والقطيعة النهائية مع هذا النظام، بالإضافة إلى النظام بعصبه وعصاباته وأصحاب المال الفاسد. إن النظام صنع بعبعا فريقا أخطبوطا من أصحاب المال الفاسد، هؤلاء نهبوا الجزائر، أكلوا الجزائر، وحطموا البلاد، وحولوا أموالها إلى الخارج. هؤلاء الذين يساندون نظام بوتفليقة وعصب بوتفليقة وإخوة بوتفليقة
وكذلك العصابات والذين يوجدون في مختلف الأماكن داخل النظام، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، نقول لهم إن الشعب بالمرصاد. أين المفر؟ أين المفر؟ الشعب من أمامكم والشعب من خلفكم، ووقف على خطبة طارق بن زياد، والشعب على يمينكم وعلى يساركم، والشعب فوقكم، ولن أقول والشعب تحتكم، لأنكم ستكونون أنتم تحت أقدام هذا الشعب لينظر في مصيركم. هؤلاء لا يريدون ويبحثون عن كل الآليات من أجل إفشال الحراك، التشكيك فيه، اختراقه، تدميره من داخل. ومن الجهة الأخرى للأسف الشديد هناك أيضا أحزاب كان ربما الشعب يظن فيها خيرا إلى حد ما، بالرغم من أن الشعب لم يعد يثق لا في النظام ولا في الأحزاب ولا في التنظيمات القديمة، مجاهدين وغير مجاهدين، ابناء الشهداء وغيرهم، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نقابات النظام، جماعات النظام، عصب النظام، إعلام النظام، أصحاب المال الفاسد وما إلى ذلك. هؤلاء الأحزاب أيضا، وقد نددت بهذا السلوك منذ 4 أيام وأكدت ذلك اليوم، وساندت موقف الصديق المناضل السياسي كريم طابو وكذلك المجاهد الأخضر برقعة الذين خرجوا من تجمع هذه الأحزاب، لأنهم اكتشفوا وأكدوا ما قلته منذ أيام أن هناك مخططات للاستيلاء على الحراك وتوجيهه وجهة تفاوضية مع النظام، تستفيد من هذه الأحزاب في شراكتها مع النظام وعصب النظام، وتعطي فرصة لهذا النظام، لآل بوتفليقة وعصبه وعصاباته ولأطراف داخل الجيش، تعطي لهم أيضا الفرصة للخروج من الباب الواسع، أو ربما لرسكلة جديدة لتجديد جلدها من جديد والعودة من النافذة للاستيلاء مرة أخرى ولأكثر من 20 سنة أخرى على الحكم واستعباد الجزائريين. هؤلاء من أحزاب ومن شخصيات نقول لهم إما أن تلتحقوا بالشعب، وإما أن سندعو مناضليكم أن يطلقوكم نهائيا ويبقوا هم كمواطنين شرفاء داخل حراك الشعب كجزء منه. إنكم تريدون أن تتفاوضوا على حساب الشعب على في ظهره، تريدون مرحلة انتقالية تكونون أطراف فيها بعد 6 أشهر أو بعد سنة حسب أجندة النظام. هذا السيناريو يساعدكم، لا يساعد الشعب. هذا السيناريو فيه مصلحتكم، هذه ليست مصلحة الشعب وليست مصلحة الجزائر وليست مصلحة حتى مناضليكم. عليكم أن تراجعوا حساباتكم اليوم قبل الغد، لأن تسونامي الشعب قادم، تسونامي الشعب قادم، تسونامي الشعب قادم، بحثا منه عن تغيير جذري لبناء دولة حديثة، لبناء مجتمع قوي، لبناء إقلاع اقتصادي، لبناء دستوره بنفسه، كتابته بنفسه، ولبناء جمهورية ثانية. هؤلاء جميعا يريدون التغلغل، التشكيك، التحويط، ثم بعد ذلك محاولة الاستيلاء على حراك الشعب من أجل تفاوض شراكة سياسية مع النظام تجدد النظام ويستفيد منها هؤلاء جميعا. اليوم الشعب بالمرصاد للجميع، ولن ننام، ولن ننام، سنكون قادرين ويقظين، وسنفضح الجميع، سنفضح الجميع المرة القادمة بأسمائهم ومخططاتهم واتجاهاتهم ومشاريعهم في الداخل وفي الخارج، من الذين يهدفون إلى تدمير حراك الشعب العظيم الذي إن لم نستطع تحقيق التغيير الجذري به اليوم فإن النظام سينتقم من الشعب وسيسيطر على الحكم لمدة 20 سنة أو 30 سنة أخرى. إذن ما نريده اليوم هو أن 1
أن نحمي كشعب، أن نحمي هذا الحراك القوي واحد، أن نكرسه ثانيا، وأن نزيد عليه ونطوره أكثر وندعمه أكثر ونقويه ليصبح هو ذاته ميزان قوة سيفرض على النظام كل الحلول الجذرية بإذن الله. ولكن من حق الشعب اليوم، وقد أثبت لنفسه وللنظام وللعالم أجمع أنه قادر على التحكم في غيره وتغيير هذا الطاعون، هذا السيدة، هذا النظام القاتل بنفسه من دون اللجوء لا لحلفائه ولا لقوى خارجية ولا لعنف ولا لأي شيء. إن الشعب أثبت وعيه ذكاءه، ولكنه من حق الشعب أيضا أن يرى النتائج. وحتى نرى النتائج علينا واحد، أن نتجاوز بوتفليقة وآل بوتفليقة وحكاية العهدة الخامسة، انتهت العهدة الخامسة، وحتى ندفنها مع بوتفليقة علينا كشعب بتوقيف المسار الانتخابي فورا، وألا نترك النظام وحلفائه يربحون الوقت، لأنهم يتلاعبون ويريدون ربح الوقت. أسبوع، 10 أيام، يدخلون في مرحلة حملة انتخابية، ثم بعد ذلك يحاولون تجديد أنفسهم في أطر قانونية، ربما يمنعون المسيرة بأي طريقة كانت، خاصة وأن المترشحين من عملاء النظام وحلفاء النظام من الجيش ومن المدنيين. هؤلاء يريدون أن تكون حملتهم حملة هادئة نظرا للنتائج التي ينتظرون من حيث التفاوض مع النظام. إن الشعب اليوم عليه أن يوقف نهائيا المسار الانتخابي وفورا. ولا يمكننا فقط وفقط أن نوقف المسار الانتخابي، بل علينا أن نطيح بحكومة يحيى. هل تقبل يا شعب أن يحكمك آل بوتفليقة بالوكالة؟ هل تقبل يا شعب أن يقرر مصيرك وأن تتخذ قرارات حاسمة خطيرة باسمك في بنظام لا نعرف من هو، مجهول، لا شرعية له، لا سند قانونية له، كل حرامية سراق قد سطوا على البلد، وبالتالي يتخذون قرارات ترهن مستقبل الجزائر مع قوى داخلية ومع قوى أجنبية. لو كان بوتفليقة أبا لأحد هؤلاء صناع النظام وأذرع النظام في عائلة وهو بهذه الدرجة من المرض، ألم يكونوا قد طبقوا عليه القانون للحجر عليه؟ والقانون قانون الأسرة واضح. كيف يترك نظام بهذا التعفن والعفن والهري والتهاوي أن يتحكم في مصيره في ماله وثرواته؟ إذن لا نقبل لا بمسار انتخابي، علينا أن نوقف المسار الانتخابي فورا، وأن تذهب إلى الجحيم حكومة يحيى. وهنا ستبدأ الرحلة الأخرى، رحلة الأمل الجديد، رحلة بناء حكومة تكنوقراطية شعبية حقيقية، ليست كتلك التي تريدها الأحزاب، تريدها منها وإليها. نحن نريد حكومة من الشعب وإليه وبه، وهو الفاعل الأكبر فيها، ويصبح النظام المفعول به ونائب الفاعل والمفعول معه والمفعول فيه. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نصل إليها من أجل تحقيق غايتنا الكبرى. غايتنا ستكون بأمل جديد، بنفس جديد، بروح جديدة، بأجيال جديدة، بوجوه جديدة، بأفكار جديدة، بمشاريع جديدة، بتحرر جديد يصنع جزائر جديدة، وكأنها ولدت اليوم، وكأنها استقلت اليوم، وكأنها تحررت اليوم. بناء، تأسيس، تطور، إقلاع، ذكاء، إرادة القوة، القوة بمعنى الوحدة والتضامن والتفاعل بين مختلف الجزائريين
بمختلف مناطقهم وثقافاتهم ولغاتهم وكل شيء، وتلك ثروة نحافظ عليها. مرحلة أخرى هي حكومة شعبية تكنوقراطية يكون لها هدفان: تسيير الأمور العادية والتحضير، وسنصل إلى ذلك بالشرح في المرحلة القادمة، والتحضير لمجلس تأسيسي ينتخبه الشعب ليضع أول دستور بنفسه. سيكتب الشعب الجزائري أول دستور بنفسه، ثم بعد ذلك يناقش كل مشكلاته بحرية: قضاياه الكرة، اتجاهاته الكبرى، طبيعة الدولة، شكل الدولة، تأسيس لنظام حكم جديد، تأسيس لمفهوم السلطة بالمفهوم الجديد، مفهوم الشعب كمفهوم عضوي فاعل جديد سيكون هو ذاته حامي الدستور، وليس رأس الجهاز التنفيذي رئيس الجمهورية حاميها حراميها أن يغتصب متى يريد، وكأنه يعتقد بأن الشعب الجزائري من عبيده ومن جواريه. الشعب الجزائري ليس عبيدا وليس جواريا، وسيثبت لكم التاريخ أيها الأندال في النظام وذوائر النظام وحواشي النظام أنكم أقزام، لستم بمستوى الشعب الجزائري، ولستم بمستوى الأرض أرض الشهداء، ولستم بمستوى هذا البلد القارة. هناك تفاصيل كثيرة سنتحدث عنها في الآليات، وهذه تظل وجهة نظري أنا المواطن البسيط فضيل بومالح. أنا لا أتحدث باسم أحد، ولا أريد لا قيادة ولا زعامة، أريد أن أكون عنصرا فاعلا معكم بينكم من أجل تغيير جذري حقيقي للنظام، من أجل بناء جزائر جديدة، من أجل بناء دولة حديثة، من أجل إقلاع فعلي لنفاخر العالم به وبتراث هذه الأمة العظيم، وليفخر بنا شهداؤنا العظام، ولنكون فعلا أحفادا لهم وخير خلف لخير سلف. أشكركم وأعتذر لكم أنني أزعجتكم في هذا الليل من المتأخر من الليل، وأكرر أراكم غدا بالملايين في مختلف أرجاء القطر، حاملين لورد، حاملين لأعلام الوطنية بأياديكم البيضاء، أيادي شعب لم يتورط في فساد ولم تتلطخ أياديه بدماء. نريدكم شعبا قويا متحالفا متحابا كما أثبتتم الجمعة الماضية وفي خلال الأسبوع كله، وكما أثبتتم في الجمعة التي سبقتها. ولتحيا الجزائر، ولكنها لن تحيا إلا بالشعب، إلا بكم، إلا بنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.